الكويت تنعي عميد أسرة الصباح الشيخ سالم العلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الأعزاء. إن لله وإنا إليه راجعون. توفي عن عمر نهز 98 عام، أمضاها في خدمة بلاده وتعزيز أمنها ووحدتها. نعى الديوان الأميري بالكويت الشيخ سالم العلي السالم الصباح رئيس الحرس الوطني الذي توفي عن عمر نهز 98 عام، أمضاها في خدمة بلاده وتعزيز أمنها ووحدتها وتلاحم أبنائها. ويعد الشيخ سالم عميد أسرة الصباح وتقلد عددا من المناصب الرسمية بالإضافة إلى المناصب الفخرية، كما كان له كثير من الأعمال الخيرية والمشاريع المجتمعية التي أقامها على نفقته الخاصة. إن لله وإنا إليه راجعون داخل الكويت وخارجها. وتصدر خبر وفاة الشيخ سالم العلي محركات البحث إن لله وإنا إليه راجعون. ولد عام 1926 في فريج الشيوخ بمنطقة الوسط الواقع في قلب مدينة الكويت. إن لله وإنا إليه راجعون تعددت الأسباب والموت واحد، سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة وأن يرزق أهله وزويه الصبر والسلوان. عانى الشيخ سالم العلي من المرض لمدة طويلة، حيث أدى ذلك إلى غيابه عن الظهور الإعلامي وعن ممارسة مهامه كرئيس للحرس الوطني. أعزائي المتابعين، بكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم. دمتم بأمان الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.